ظهور صادم لفيفا عبده من غرفة نومها بعد شائعة وفاتها. يا مساء الفل والياسمين من مصر ومن الدنيا. نشرت الفنانة فيفي عبده فيديو قصير لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر ظهرت فيه من غرفتها. طبعا انا بعمل لكم الرسالة دي لاني ناس كتير مخضوضة عليا وان انا موجودة في الرعاية ولحقوها في اخر انفاسها. وتوجه رسالة تطمئن بها متابعيها على حالتها الصحية وتستنكر الشائعات التي ترددت مؤخرا عن حالتها الصحية. وعلقت فيفي عبده على الفيديو قائلة: يا مساء الفل والياسمين من مصر ام الدنيا، انا بطمنكوا علي، انا بخير الحمد لله. اللي انا بدأ ربنا سبحانه وتعالى انا بيبين والحمد لله بصحة كويسة، بحمد ربنا في الله وعين متحسن، فضل دعاك لي بشكركوا على احساس للناس اللي بتحبين. بعدما ظهرت فيفي عبده للمرة الأولى بطريقة مباشرة مع متابعيها وجمهورها منذ تعرضها للوعكة الصحية والشائعات التي انتشرت مؤخرا حول وفاتها، ونشرت فيفي عبده على خاصية القصص عبر حسابها الرسمي بتطبيق الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام صورا مستخدمة فيها مؤثرات أظهرت وجهها بشكل كبير لتدعي بجمهورها قائلة: هي دي النفخة الكذابة. اما الناس اللي بتطلع عليا اشاعه جامده جدا انها ماتت وده بتاع ربنا، بالعكس كويس الواحد بيسمع الكلام ده وهو عايش في الدنيا، واللي لحقوها في الرعايه والاخر نفس فيها حرام عليكم. وكانت اجتاحت شائعات وفاة الفنانة فيفي عبده عددا من الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي مختلفة تزامنا مع انتشار اخبار مرضها، ما جعل البعض يستغلون تلك الاخبار للترويج لشائعات خاطئة حول وفاتها. وخرجت فيفي عبده قبل ساعات قليلة في فيديو بنفسها لتتواصل مع متابعيها وتحدثهم قائلة: يعني حرام عليكم تخضوا الناس عليا، اللي بتحبني اللي ما بيحبنيش يا عم منك لله حسب الله ونعم الوكيل فيك، يعني اللي بتقول عليا كده هو مش يا سلام، والإنسان يسمع الناس بتقول عليه كده وهو عايش في الدنيا، ربنا يديكم الصحة ويدينا الصحة، هنكتفي بهذا القدر. ليكون بذلك ردا قاطعا على الشائعات التي انتشرت مؤخرا. ويأتي ذلك بعدما أكدت فيفي عبده أنها تتلقى العلاج منذ 6 أشهر وترفض أن تعلن ذلك، مشيرة إلى أنها عندما تحسنت صحتها أعلنت. والصورة المنتشرة لها على فيسبوك قديمة وليست في الوقت الحالي. وأضافت فيفي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة عبر القناة الأولى مع الإعلاميين وائل الإبراشي ونجوى إبراهيم: بقالي 6 أشهر بتعالج وما كنتش بقول، ما كنتش بقدر أتحرك ولا في سبب ولا أي حاجة، نازلة من السرير حاجة ضغطت على عصب رجلي وألمها فظيع جدا، لما بقيت كويسة كان لازم أطمن جمهوري وأنا مش عيانة للدرجة دي، أنا بقعد وبتكلم وكل حاجة. يا مساء الفل والياسمين من مصر ومن الدنيا، عايز اقول لكم ان توحشيني جدا، انا حبيت اوريكم ان انا كويسة وفي البيت. وردا على الاعلامية نجوى ابراهيم بقول لها: الحسد مذكور في القرآن، مرة انا عملت زي كده ولبست خرزة كبيرة كده زرقة، عين زرقة، فجأة لقيتها بقت 3-4 حتت وقعت. قالت فيفي عبده: العين مذكورة في القرآن ومش لاقية لها حل، والخرزة الزرقاء بنسى البسها والبيت مليان خرز أزرق. وعلقت الإعلامية نجوى إبراهيم قائلة: سألت دكتور ليه الأزرق، قال إن اللون الأزرق أول لون تتعرف عليه العين من غير حاجة ما تلمستش، هو كده خلاص خدت العين دي، سبحان الله نقول خدت العين. ونجد بعض البلاد العربية مشهورة بالعين الزرقاء. ومن جانبه علق الإعلامي وائل الإبراشي: بختلف معاكو، وإحنا بنحارب الشعوذة والدجل والناس يجب أن تلجأ للقرآن. طيب معاك بقى إن أنا بختلف معاكو في الحاجات دي، لأن الإرادة البشرية هي الأقوى، يعني مدام فيفي يعني حكاية بقى أقول لك حاجة، أنا قوية عين خبطتني وعين، ويبقى الواد يسقط في الامتحان فيقول لك ده العين. وسبق أن نشرت الفنانة فيفي عبده مقطع فيديو عبر حسابها بموقع انستجرام كشفت من خلاله طبيعة الوعكة الصحية التي تمر بها. وقالت فيفي: أنا مش في المستشفى زي ما في ناس كاتبين إن عيانة وبتعالج في البيت علشان ظهري، ما عنديش حاجة خطيرة الحمد لله. والدكتور كرولوس أهو عمال بيعمل لي العلاج الطبيعي، طمنهم عليا بقى أقول لهم إيه الأخبار.
طمنوا يا جماعة على مدام فوفا، إن شاء الله هتقوم وتبقى أحسن من الأول وترجع تمتعكم وتتبسطوا بيها يا رب إن شاء الله. يلا عايز أرقص، أنا بحب الرقص قوي بجد، بحب الرقص بجد. هترجعي تولع الدنيا بقى. عايزين نولعها بقى بصراحة، لأن كده حرام. أنا بحب الرقص جدا يا جماعة، يعني والله العظيم أنا قاعدة كده في البيت غصب عن عيني. هو أنا من ساعة الساحل الشمالي يا دكتور وأنا مش عارفة إيه اللي جرالي. معلش بقى، أي حاجة وعدت، بس هنبقى أحسن من الأول إن شاء الله يا مدام. يا رب إن شاء الله يا دكتور بإذنك يا رب. أنا بحبكم جدا، وقريب جدا أكون معاكم بعد كورولس واللي قالوا ده. كل سنة وأنتم طيبين. مالي كريسمس هابي نيو يير. كل سنة وأنتم طيبين. كنت طيب. وتبعت، بس أنا محتاجة دعاء الناس، وحرام كده اللي هم كاتبين ومطلعين علي إشاعات كتيرة جدا، بس بطمنكم عليا وادعولي ربنا يشفيني ويشفي كل مريض. وهو ما تقولش اللي يعمل دور اللي مش عارفه ايه وربنا اداله عمر، لا تجيب عمر ودني في البحر. عايز اقول لك حاجه، العين مذكوره وموجوده فعلا. هقول لك حاجه حصلت لي كمان، انا مش حد تاني. انا قولي. كنت فتره من الفترات نايمه 10 ايام مش عارفه حد، خلاص بدات خالتي من البلاد الارياف انت عارف اللي بحط الكحله ثاني يوم. وكانت الفنانة فيفي عبده أثارت قلق متابعيها بعد بثها مقطع فيديو منذ أيام تطلب فيه الدعاء من جمهورها، وأنها كانت تخفي مرضها خلال الفترة الماضية. وقبلها ظهرت بالحجاب في مقطع فيديو تؤكد من خلاله تعرضها لنزلة برد شديدة أدت لعدم قدرتها على الحركة. نتمنى الشفاء العاجل لفيفي عبده وكل مريض. يا صباح الفل والياسمين والهنا، وحشتوني جدا. ولما بقول لكم وحشتوني انتوا مش مصدقيني. انا يعني ادعوا لي لان انا عيانه، وما بقول لكوش ان انا عيانه، ده اللي مخبيه عليكم. وما اقول لكم عايز اطلع لكم كل يوم عشمانة في ربنا ان يشيل عني واطلع لكم واشوفكم. ادعوا لي ان ابقى كويسه. انا بحبكم جدا، انا عيانه ومحتاجه ادعاكم. وربنا اكبر ان شاء الله، وادعي لي ان شاء الله ربنا يقومني من اللي انا فيه. بحبكم قوي، عايزاكم اسعد ناس في الدنيا، بحبكم جدا، ربنا يخليكم ليا. وانا حبكم هو اللي يقومني من اللي انا فيه ان شاء الله، ابقى زي الاسد تاني باذنك يا رب، واحسن من الاول باذنك يا رب. بحبكم جدا. لاف يو كيس بيج هاج. خمسه مو خمسه ونيو خمسه. يلا بقى، ايوه بقى، كيس بيج هاج كبير قوي ليكم. انا نايم 10 ايام مش شايفه الا كل اثارات ناس كبيره كتيره، يعني البني ادم بتشوف اثارات. قالت لها لا ده لازم محسوبه ياخد. قالت لها لك، فراحت عامله لي العروسه. تصدقوا تؤمن بالله ورسوله اني انا كاني كنت نايمه وتشيك.